الزاي هذا الكرت وهذا الكرت هما كرتا البي ام اس مصممان اصلا ان يربطا على بطاريات الليثيوم لدراجة الشحنة الزاي، وهما كرتان عاطلان الزاي من الصعوبة تصليحهما، وحيث اني لم اجد من يقوم او من يعلم كيفية تصليحهما اعزائي اليوم في هذا الدرس سوف استغني عنهما اعزائي، مع الاخذ بالاعتبار كل الاحتياطات ومع توفير كل الواجبات التي يوفرها هذا الكرت او هذا الكرت نفس العمل. وأعزائي هذا الدرس استكمالا للدرس الذي ظهر أمامكم، ومن أراد معرفة ربط التوالي والتوازي والفولتية والتيار لدراجة الشحن الكهربائية أعزائي فليذهب إلى هذا الفيديو استكمالا لزيادة المعلومات أعزائي، وهذا الفيديو مستقل بحد ذاته وسوف يظهر لكم الفيديو أيضا في نهاية الشاشة أعزائي. والآن أعزائي وحسب ما شرحنا في الدرس الماضي مع تغيير بسيط أعزائي عندما توفرت لدي المزيد من بطاريات الليثيوم قمت بتغيير بسيط على ما شرحته في الدرس الماضي، وضعت أعزائي 5 بطاريات 12 فولت 36 أمبير أعزائي، والبطارية السادسة 4 فولت 28 أمبير ساعة، أصبحت لدي الفولتية 64 فولت. أما التيار أعزائي فلأن المنظومة مربوطة على التوالي فإنني سوف أحصل على أصغر تيار لأي بطارية في هذه المنظومة، وأصغر تيار هنا 28 أمبير ساعة أعزائي. هنا أعزائي البطارية 28 أمبير ساعة ستكون معامل أمان لجميع هذه البطاريات الخمسة. إذا تجعل هذه مثلاً 12 فولت 28 أمبير ساعة فسوف تكون هذه معامل أمان، ليس لها علاقة بالفولتية أعزائي، العلاقة بالتيار فقط. كيف سوف تكون معامل الأمان؟ في البداية هذا كرت LBMS، من أحد مهام هذا الكرت أعزائي إنه إذا انخفضت الفولتية في أي بطارية فإن سبب انخفاض الفولتية في البطارية هو انخفاض التيار، أي إنه إذا فقدت أي بطارية سعتها فسوف يعطي إشارة أن يوقف عمل البطاريات. أعزائي كما نعلم في الدراجة الكهربائية هناك استخدام سيء، حيث إنه صاحب الدراجة الكهربائية يستخدم الدراجة بلا مبالاة بدون شحن ويحاول أن يصل بالدراجة إلى مكان معين، وكرت البي أم أس هذا سوف يوقف عمل الدراجة الكهربائية إذا كانت بدون شحن، إذا كانت سعة البطارية قليلة يوقفها اعتمادا على الفولتية. أعزائي الآن أعزائي ماذا سوف يحدث لهذه الدراجة الكهربائية التي جعلنا لها هذه المنظومة من البطاريات؟ أعزائي إذا صاحب الدراجة استخدم الدراجة استخدام سيء وانخفضت سعة البطاريات إلى مثلا 4 أمبير فإن هذه البطارية سوف تنخفض إلى 4 أمبير مثلا، أما باقي البطاريات سوف تكون محتفظة بأمبيرية أعلى. أعزائي أعزائي 36 ناقص 28 8 زائد 4 12 أمبير سوف تكون في كل بطارية 12 أمبير ساعة. أعزائي أي إنني أبقيت في كل بطارية من هذه البطاريات ما يعادل الثلث. أعزائي طبعا إذا صفرت نهائيا وأصبحت 0 أمبير فسوف تكون في كل بطارية من هذه البطاريات 8 أمبير ساعة أعزائي. وإذا أراد أحدكم أن يعطي معامل أمان أكثر فيزيد من سعة هذه البطاريات، هذه الزيادة سوف لن تعطيك قدرة أو زيادة بالأمبيرية أو زيادة بالسعة لدراجة الشحن، ولكنها سوف تعطيك زيادة في الأمان. أما هذه البطارية إذا استخدمت الدراجة استخدام سيء فإنها سوف تتلف أعزائي، وقد شاهدنا في الدرس الذي ظهر أمامكم الآن إنها لن تتلف جميعها أعزائي بل يتلف جزء منها. والآن أعزائي لنعود إلى كرت البي أم أس هذا وإلى أحد واجباته أعزائي. من أحد واجبات هذا الكرت إنه كان يراقب شحن بطاريات الليثيوم عن طريق التوازي، مع العلم
إن الشحن نفسه توالي توازي. كان في السابق أعزائي أقصد، والآن أريد أن أستغني عن هذا الكرت وأراقب شحن البطاريات بطريقة أخرى. أعزائي هذه البطاريات مربوطة أيضا بطريقة أخرى أعزائي، وسوف يظهر أمامكم طريقة ربط هذه البطاريات. أعزائي كل ثلاث بطاريات على التوالي ومربوطة جميعا على التوازي. أعزائي ما سوف أقوم به هنا أعزائي إني أستخرج سلكان من كل بطارية، أستخرج سلكان. أنا في الحقيقة بالعملي أو بالحقيقي أستخرج سلكان من بطارية واحدة فقط، ولكن أنصح استخراج سلكان من كل بطارية وربط هذين السلكين على كرت اكتفاء الشحن، وأنظم كرت اكتفاء الشحن على أنه يفصل عند الفولتية 12.6. لماذا أعزائي 12.6؟ لأنها مكونة من ثلاث بطاريات على التوالي، كل بطارية 4.2 أقصى فولتية شحن، ف 4.2 في 3 12.6 أعزائي. وبهذه الطريقة أعزائي أضمن مراقبة جميع البطاريات طبعا ما عدا هذه البطارية. لا يوجد كرت اكتفاء شحن عند 4.2 فولت، وإذا وجد أو توفر لديكم هكذا كرت فالأفضل أيضا وضع كرت اكتفاء شحن هنا. وفي نهاية هذا الفيديو أعزائي أو قبل نهايته سوف أجيب لكم كرت اكتفاء شحن لنتكلم عن ربطه أعزائي. أعزائي وفي كرت اكتفاء الشحن، أي كرت اكتفاء الشحن، يوجد ريلي أعزائي ودائما على النقطة المغلقة، وفي أي دراجة نارية أعزائي يوجد منفذ للشحن أعزائي، عادة يكون هذا شكل المنفذ، وهنا نضع الشاحن. أعزائي من خلف المنفذ يوجد سلكان، كل ما عليك هو أن تقطع الموجب وتصل أحد أطراف الريلي هنا والطرف الآخر هنا أعزائي، وعندما يكتمل اكتفاء الشحن يفصل أوتوماتيكيا ويفصل الشحن أعزائي. أعزائي بإمكانكم أن تربطوا جميع الريليات على التوالي وتأخذون هذا الطرف على المشترك للريلي الأول وهذا الطرف على النقطة المغلقة للريلي الأخير، وعند اكتفاء الشحن في أي من البطاريات سوف يفصل، وأنتم مخيرون بذلك. وأعزائي أريدكم معي في هذه القناة، لدي درس، لا أقول لكم الدرس القادم، ولكن لدي درس قريب أن أجعل التشغيل توالي والشحن توازي مع كرت اكتفاء شحن واحد بوضع دايودات هنا أعزائي. طريقة الربط وطريقة العمل هذا سوف يكون في درس آخر منفصل قريب جدا إن شاء الله أعزائي. بقي لدينا أن نتكلم عن الشحن أعزائي. أعزائي هذه ما تسمى بفيشة الشحن توضع هنا أعزائي. أعزائي هذه الشاحنة التي تأتي مع الدراجة الكهربائية أو دراجة الشحن أعزائي، وهي أيضا موجودة بالأسواق. أعزائي عند قراءة المعلومات هنا أجد أنها 73.5 فولت 3 أمبير، وبما أنه لدي 64 فولت فإن كرت اكتفاء الشحن هذا عندما تصل إلى 12.6 في 5 زائد 4.2 هي أقل من 74 فولت أعزائي، فلهذا سوف يفصل قبل أن تصل إلى هذه القيمة، سوف يفصل الشحن أوتوماتيكيا. هذه نقطة أعزائي. النقطة الثانية، إذا كانت لديك أقل من 3 أمبير فسوف يكون الشحن لديك بطيء جدا أعزائي. وبحسابات بسيطة عند الشحن بهذه الشاحنة التي هي 3 أمبير سوف يدخل إلى كل بطارية 160 ملي أمبير تقريبا، و160 ملي أمبير تيار جدا مناسب للشحن البطيء أو للشحن الاعتيادي حتى، فهذه الشاحنة جدا مناسبة. وعند وضع كرت اكتفاء الشحن إننا سوف نسيطر على الفولتية، إنها سوف تقطع الشحن ب 67.2 فولت أعزائي عندما تصل الفولتية إلى هذا المقدار. لا عليكم بال 73
فولت أعزائي إنها سوف لن تعطي في بداية الشحن 73 فولت، ولكن سوف تستمر الفولتية بالارتفاع إلى أن تصل 73 فولت، ثم يضيء المصباح الأخضر. فنحن قبل أن يضيء المصباح الأخضر أعزائي سوف نقطع الشحن بهذا الكارت. انظر عزيزي، هذا كارت اكتفاء الشحن، يغذى من هنا الحار والبارد، أخذته من أحد البطاريات عزيزي. أما هذا المكان، هذه الفيشة، فإنه يذهب إلى الأسلاك التي خلف هذا المكان أعزائي. وهذا المفتاح وضعته لكي أطفئه عند اكتمال الشحن، لكي لا يبقى في حالة اشتغال تام. فالموجب من البطارية على هذا المفتاح، وسوف أوضحه لكم في الصبورة أيضا، ويعمل المصباح الأخضر عند اكتفاء الشحن ووصول البطارية إلى 12.6. الآن أعزائي هو في حالة شحن أعزائي، والآن انتظرته إلى أن اكتمل الشحن، قطع الشحن نهائيا عن دراجة الشحن أعزائي. أعزائي، من هنا أخذت المفتاح لغلق وفتح الدائرة. وقبل نهاية هذا الدرس أعزائي، أرجو أن تستمروا بمتابعة هذه القناة، لدي درس قادم. يبقى هذا الربط كما هو عليه، وتغذية الدراجة الكهربائية تبقى كما هي عليها. أعزائي، سوف أضيف هنا دايودات بطريقة معينة، وسوف يكون الشحن خارجي بعيدا عن العقل وبعيدا عن كل دائرة كهربائية في الدراجة الكهربائية، وسوف نشحن بشاحنة 12 فولت أعزائي، بحيث يكون الشحن توازي لهذه البطاريات ليضيء لنا مصباح اكتفاء الشحن. وسوف نضع دائرة كهربائية تقطع الكهرباء نهائيا عن دراجة الشحن في حالة انخفاض سعة البطاريات من أمبيريتها. انتظروني أعزائي وابقوا معي في هذه القناة، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.